السلام عليكم، تحياتي لمتتبعي قناة عقارات وأراضي الخير. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا. هذا النهار راحنا في واحد 3 ديال الكتارات تيتر، تبارك الله ما شاء الله دايرة بالزيتون. هانتوما كتشوفوا الزيتون ديالها، هي مشات دايرة بالزيتون كاملة. وفيها التفاح، وفيها بوعويد نقاص. هذا راه التفاح بالشبكة مجهزة، فيها البير قوتا قوت على الطريق شانطي، ماشية في صعدة كبيرة مازال نشوفوها على الطريق شانطي. هي هادي دايرة بالزيتون كاملة، هو الزيتون ديالها راه مازال غادي مع القنت الاخر. ها انتما كما كتشوفوا دايره بالشبكه. النوع ديال التفاح القالة، النوع والنوع ديال الغرس متستورد من اوروبا. تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. 3 القطارات تيتري محفظة على الطريق شانطي، البير القوتا قوت الشبكات، الثمن ديالها ثمن مزيان 120 مليون كاملة. تبارك الله هي هادي، هذا التفاح. يلا تجناو، يلا تبعت الغلة ديالو. على الشانطي دايرة بالزيتون والقرياج، محفظة تيتري، فيها فاسان ديال الماء، فيها بويت صغير على حساب الأساس وبيد الموتور. اللهم بارك. انتما هما هذا راه الخريف، تبارك الله والدنيا هنا مخضرة، الماء موجود الكافي، الناس ديال النزهة والراحة. هي هذه الفيرمة، 3 القطارات مزروعة تفاح كما كتشوفوا، النوع العرس مزيان، نوع التربة تبارك الله. كما قلنا فيها تفاح، فيها نقص الخوخ، فيها جريدة ديال الدار مخلطة، فيها المشماش، فيها الرمان، فيها الخوخ، جريدة ديال الدار مخلطة. بالنسبة للأساسي كاين تفاح ونقص. هاد القطارات تيترين هادي محفظة على الطريق الكبيرة، الضو كاين، الضو الماء طريق. بالنسبة للثمن 120 مليون. احنا تبارك الله بدينا ندخلو دابا في النقاص، هو هذا. كما كتشوفوا مازال دايره بالزيتون، شجر التفاح هو هذا، ديال المقاس هو هذا. فيها بصان ديال الماء، فيها البير، فيها الموتور. مجهزة بالكوتاكوت،
حنا مازال غاديين في النقص، هو هذا النقص بوعويد كما كيقولوا له، كاين اللي كيقولوا النقص الزيتون، تبارك الله ما شاء الله. هو هذا، هاد الفصاده كامله راها شاده على الطريق كامله، راه من الملهي من هاد الزيتون الهيه وداك الزرب، لان داير الزيتون ودير داك الزرب الشوك على حساب الطريق. الفيرما ما شاء الله. ده الشجر ديال المنقاس راه مازال غادي. كما قلنا راه فيها الزيتون وعند هذاك الزرب الاخر، راه فين الزرب عاود مور الزيتون ديال الشوك على القدران. هي مازال غادي على القدران، ها هو الشوك اللي قلنا. مالك ثلاثة الكتارات كما قلنا، هي هادي ما هي دايره بهاد الشوك هذا، ودايره بالزيتون. الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الفصند الماء هو هذا، البيس ديال الموتور هو هذاك كما قلنا، دايره بالزيتون هي هادي. القدرون هو هذا على الطريق كامل عند هذه الفصاده، غاديه هي كما كتشوفوا هذا الشوك، هذا هو الزرب ديالها. مجهزة ناضية تبارك الله، كما قلنا القدرون الطريق قسمها على جوج، هي هذيك راه غير كندخلو كندخلو البسند الماء هو هذاك. كما قلنا فيها التفاح وفيها النقاص، جريدة تبارك الله هي هذه. ستة ديال القطارات، ستة
حتى فيهم تفاح فيهم النقاص. جريدة تبارك الله ما زال ما شاء الله ثلاثة القطارات محفظات سيترين نادية. طريق قودرون تال عندها موقع استراتيجي السكان مأمنة. فيها التفاح فيها النقاص فيها جريدة مخلطة ديال الدار فيها العنب دايرة بالزيتون بطريق قودرون. فيها البرقوق فيها العنب البرقوق التفاح النقاص ثلاثة القطارات تيتري محفظة البير موجود الفصان دالما كبير مازال نشوفوه. دايرة بالزيتون كاملة هي هذه كما مشات كاملة بهذا الشوك هذا من الجهة الأخرى. هي هذه على الطريق عندها فصادة كبيرة على الطريق. الفصان ديال الماء كبير راه مولا كيخويه باش ينقيه لان فهاد الوقيته كيتنقى الماء موجود تبارك الله. البيت ديال البير هو هذاك جريده هي هذه تبارك الله ما شاء الله مجهزه بالشبكه ديالها على القدرونه كامله غاديه. الدخله ديالها ديال الطوموبيل هي هذه هاد الدخله ديالها الطوموبيل كتدخل حتى للوسط هاد الطوموبيل.